من أهم الدروس التي يحتاجها التلميذ في التعليم المتوسط وستبقى معه طوال مشواره الدراسي. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح عبر قناة الأستاذ ناجح، تلاميذ الثالثة متوسط. نواصل معكم سلسلة دروس مادة الرياضيات، ولمن يبحث عن بقية الدروس تجدون رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق، بالإضافة إلى الفروض والاختبارات التي نشرتها سابقا. قبل أن أبدأ في الفيديو مرجو منكم الضغط على زر اللايك، مهم جدا الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو، بارك الله فيكم. هذا التمارين أعزائي التلاميذ هو عبارة عن تمهيد لدرسنا، سيساعدنا على فهم الدرس خطوة خطوة. أكمل ما يلي بالضرب في عشرة، أعطني مساواة 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 مساواة. ألف تساوي عشرة في عشرة في عشرة. ألف ماذا تساوي؟ عشرة في عشرة في عشرة. عندي مئة ألف تساوي عشر في عشر في عشر في عشرة في عشرة. أكيد ستسأل كيف عرفت ذلك يا أستاذ؟ بكل سهولة، منذ التعليم الابتدائي تعلمنا كي أعرف عدد العشرات التي سأضربها أكتفي بماذا؟ بمعرفة عدد الأصفار. فأقول عندي ألف، كم فيها من صفر؟ فيها ثلاثة أصفار، معناها سأضرب ثلاثة عشرات، واحد اثنان ثلاثة. بنفس الطريقة عندي كم من صفر هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس، معناها سأضرب خمسة عشرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فأنا صحيح. هنا عندي كم؟ عشرة آلاف، كم من صفر عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، معناه سأضرب أربع ماذا؟ عشرات، واحد اثنان ثلاثة أربعة. هنا عندي هذا العدد. أعزائي التلاميذ، أيعقل أنك في كل مرة تحسب عدد الأصفار وتعوضه بهذه العشرات؟ مثلا لو أعطاك مثلا واحد وبعده مثلا 46 صفر، هل يعقل أنك ستضرب 46 عشرة؟ ستحتاج إلى ورقة كبيرة جدا، وأيضا هذا الحل غير عملي ويضيع لك الوقت. أكيد هل توجد طريقة لكي أربح الوقت ولكي أعوض هذه مثلا 46 صفر؟ أكيد، تابع معي. أقول ألف تساوي عشر في عشر في عشر، وتساوي هذه الكتابة المختصرة تساوي عشرة. هذه العشرة أعزائي التلاميذ سأضع فوقها عدد، هذا العدد سيكون عدد نسبي، عدد نسبي موجب. هذا العدد النسبي الموجب الذي سأضعه فوق العشرة كيف أعرفه؟ عندي طريقتين. الطريقة الأولى وهي حساب عدد الأصفار الموجودة في هذا العدد. كم من صفر عندي؟ واحد اثنان ثلاثة، عندي ثلاثة أصفار. أو يمكن أن أحسب عدد العشرات. كم من عشرة عندي؟ واحد اثنان ثلاثة، إذن عندي ثلاثة. لاحظ نفس العدد، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، إذن سأكتب هنا فوقه ثلاثة وأقرأها كالتالي: عشرة أس ثلاثة، بحيث ثلاثة هي عدد الأصفار الموجودة على يمين الواحد، أو عدد تكرارات ماذا؟ العشرة. مثال آخر لكي يفهم بني: تساوي أضع عشرة. الطريقة الأولى أحسب عدد الأصفار، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن خمسة أصفار. أو عندي ماذا؟ كم من عشرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أكتب هنا خمس، معناه سأضع فوق العشرة ماذا؟ خمس، وأقرأها عشرة أس خمس. هذه عشرة آلاف، كم من صفر فيها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة أصفار. أو أقول كم من عشرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة نفس العدد، وأكتب تساوي عشرة أس
أربعة. لماذا؟ أربعة أصفار أربعة عشرات. هنا هل سأكتب 10 في 10 في 10 في 10 ست مرات لأنه عندي ستة أصفار؟ لا، ستضيع الوقت هنا. لكي أربح الوقت أقول 10 أس. كم من صفر هنا؟ 1 2 3 4 5 6. أقول 10 أس 6. أعزائي التلاميذ، لاحظنا أننا اختصرنا الوقت بهذه الكتابة. هذه الكتابة كتبت على شكل 10 أس أن، حيث هذا أن أعزائي التلاميذ هو ماذا؟ هو عدد نسبي موجب. هل توجد حالات أخرى فيها عدد نسبي سالب؟ نعم، سأتعرف عليها في التمرين الثاني. أعزائي التلاميذ، في المثال الأول أعطاني مثلا، سأخذ واحد من الأمثلة، قال لي 1000 تساوي 10 أس، عدد هو الثلاثة. هذه الثلاثة ماذا؟ أس ثلاثة. هنا بما أنه عندي واحد وبعده أصفار، يكون العدد هذا عدد ماذا؟ كما قلت منذ قليل، عدد نسبي موجب. لكن أعزائي التلاميذ، لو أعطاني مثال هذا 0.0001 وتساوي 10. هنا لو قال لي أكتب العدد 0.0001 على شكل قوة العدد 10، سأكتب 10 قوة عدد. هذا العدد لن يكون عدد موجب لأنه مختلف، هذه 1000 وهذه 0 فاصل. هنا العدد سيكون عددا نسبيا سالبا. لكن العدد كيف أعرفه؟ هنا عرفت بماذا؟ عدد الأصفار. هنا أيضا عندي طريقتين، إما أحسب عدد الأصفار 1 2 3 4 وأقول 10 قوة ناقص 4، أو أحسب عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة. كم الرقم عندي بعد الفاصل؟ 1 2 3 4 وأكتب 10 قوة ناقص 4. أيضا عندما دائما أحفظها، عندما يعطيني 0 فاصل وبعده عندما تكون 0 فاصل، أفهم مباشرة يا بني أنها ستكون 10 قوة ناقص عدد. مثلا لو أعطاني 0.00001 ماذا تساوي؟ عندي طريقتين، أحسب عدد الأصفار. الطريقة الأولى 1، حتى هذا تحسبه 1 2 3 4 5 6 ناقص 6، أو تحسب ماذا؟ عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة 1 2 3 4 5 6. مثال آخر، 0.001 تساوي المفروغ منه أنه بما أنه عندي 0 فاصل أكيد سيكون عدد نسبي سالب. كم من صفر عندي؟ 1 2 3 قوة ناقص 3، أو أحسب ماذا؟ عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصل 1 2 3 وأجد نفس النتيجة. إذن هذه قوى ذات أسس نسبية. ماذا؟ هل هي موجبة أم سالبة؟ هذه سالبة، أما الأولى سأمسحها التي تعرفنا عليها في التمرين الأول، قوى ذات أسس ماذا؟ نسبية موجبة. قوة 10 أس 3 10 أس 5. مثلا لو قال لي أعطاني 10 قوة 3 وقال لي أكتب كم تساوي، أو أعطاني 10 قوة ناقص 6 وقال لي كم تساوي، كيف سيكون السؤال؟ يقول لي أعطي الكتابة العشرية أو العشرية لي،
لماذا؟ لمن؟ لعشرة قوة ثلاثة وعشرة قوة ناقص ستة. كيف أعرفها؟ أكتب بما أنه العدد هذا عدد نسبي موجب، فماذا أفعل؟ أكتب الواحد وأقول ثلاثة، بما أنه عندي أس ثلاثة وعدد موجب، أكتب واحد وبعده كم من صفر؟ واحد، اثنان، ثلاثة. مثلا لو أعطاني مثلا عشرة قوة خمس، بما أنه عدد موجب عدد نسبي موجب، أكتب واحد وبعده كم من صفر؟ عندي خمسة هنا، أعوضها بخمسة أصفار. الآن عندما يكون عدد نسبي سالب ماذا أكتب؟ بما أنه عدد نسبي سالب ستكون صفر فاصل. فاصل كم؟ أحسبها، عندي ناقص ستة، معناها ستة أصفار، حتى هذا صفر يجب أن أحسبه. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ولا أنسى الواحد، دائما العدد يختم بواحد. مثال آخر، عشرة قوة ناقص أربعة، ماذا أقول؟ بما أنه عدد نسبي سالب سأكتب صفر فاصل وأحسب هذا الصفر، صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ولا أنسى أن أختم العدد بماذا؟ بدائما بواحد. سابي في أسس عشر، قواعد الحساب. عندي ثلاث قواعد أحتاجها جدا. أولا أبدأ بأبسطها، عندي مثلا لو أعطاني الأستاذ مثلا عشرة قوة خمسة في عشرة قوة مثلا ثلاث، كيف سأجد النتيجة؟ لو أعطاك الأستاذ عشرة قوة N، N كما قلنا أعزائي التلاميذ عدد نسبي، إما يكون موجب أو يكون سالبا، في عشرة قوة M، أيضا N و M عددان نسبيان، ماذا تساوي؟ ها هي القاعدة، سأضعها في إطار لكي لا ينساها بني. عندما يكون عندي ضرب هنا سأجمع N و M، كيف ذلك؟ تساوي عشرة قوة N زائد M، وأقول ضرب الأسس جمعهم. ماذا؟ ضرب الأسس جمع، ضرب الأسس جمع، ضرب الأسس جمعهم، كيف ذلك؟ تابع معي، سنطبق في هذا المثال. تساوي عشر، هذه عشرة أس خمسة في عشرة أس ثلاثة تساوي عشرة أس خمسة زائد ثلاثة، وتساوي عشرة أس كم؟ خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية فقط. مثال آخر، لو أعطاني عشرة قوة ناقص ستة في عشرة قوة مثلا أربعة، ماذا تساوي؟ عشرة قوة، بما أنه عندي ضرب هنا ماذا سأفعل؟ سأجمع ماذا؟ ناقص ستة زائد ماذا؟ زائد أربعة، وتساوي عشرة قوة. ناقص ستة زائد أربعة ماذا تساوي؟ ناقص اثنان. مثال أخير، عشرة قوة ناقص ثلاثة في عشرة قوة ناقص مثلا اثنان ماذا تساوي؟ ضرب، معناه سأجمع، وتساوي عشرة قوة ناقص ثلاثة زائد ناقص اثنان، وتساوي عشرة قوة ناقص خمسة. هذا بالنسبة للقانون الأول، ضرب الأسس، ضرب الأسس جمعهم. القانون الثاني أعزائي التلاميذ، تابع معي الفيديو كامل لأننا سنختمه بتطبيق
الأولى كانت ماذا؟ كان عندي ضرب نجمة. الآن لو كانت عندي قسمة ماذا سأفعل؟ تابع معي. مثلا عندي 10 قوة N على 10 قوة M، ماذا تساوي؟ أقول 10 قوة N ناقص ماذا؟ M. المرة الأولى كانت عندي ضرب جمعتهم، هذه المرة كانت عندي قسمة أطرحهم، وأقول قسمة الأسس، قسمة الأسس طرحهم. نطبق مثال، مثلا عندي 10 قوة 5 على 10 قوة مثلا 7 أو 3، ماذا تساوي؟ تساوي 10 قوة، بما أنه عندي قسمة، الكسر يعبر عن القسمة، أقول 10 قوة ماذا؟ 5 ناقص، ها في القاعدة ماذا تقول؟ أطرح ناقص 3 وتساوي 10. 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 تساوي 2. مثال آخر، 10 قوة مثلا ناقص 7 على 10 قوة مثلا 3 وتساوي 10 قوة. بما أنه عندي قسمة ماذا أفعل؟ سأطرح، هنا سأطرح ناقص 7، أطرح منها ماذا؟ أطرح منها 3 وتساوي، هذه ناقص 7 أطرح منها 3 وتساوي، ناقص 7 ناقص 3 ماذا تساوي؟ 10 قوة ناقص 10. مثال آخر أو قاعدة أخرى، درنا الضرب، درنا القسمة، الآن ننتقل إلى أسس الأسس. أسس ماذا؟ الأسس. ما معنى ذلك؟ عندما تكون عندي 10 قوة N الكل قوة M، ماذا أفعل؟ القاعدة تقول 10 قوة N في ماذا؟ في M. أسس الأسس ضربهم. مثال، 10 قوة 5 ناقص 10 قوة 2 الكل قوة 3 ماذا تساوي؟ 10 قوة ماذا؟ 2 في 3 وتساوي 10 قوة أو أس 6. مثال آخر، 10 قوة ناقص 4 الكل قوة 5 وتساوي 10 قوة أو أس. بما أن أسس الأسس ماذا أفعل؟ سأضرب ماذا؟ ناقص 4 في ماذا؟ في 5، أضرب هذا في هذا، أضرب هذا في هذا وتساوي 10 أس ناقص 20. التمارين الثاني، قال لي أكتب الأعداد التالية على شكل قوة العدد 10. عندي 100 تساوي 10 قوة ماذا؟ عندي 10,000 تساوي 0.01 ماذا تساوي؟ و0.1 ماذا تساوي؟